أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. الجيش الإسرائيلي يعلق على تصريحات العثماني للجزيرة. لم تمض سوى ساعات قليلة على تصريح رئيس الحكومة المغربية لقناة الجزيرة الفضائية حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حتى جاء الرد سريعا من الجيش الإسرائيلي، والتي اعتبرت أن ما صرح به العثماني هو نتاج ضغوطات علنية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تعليق مقتضب أمس الأحد 16 مايو الجاري إن رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني يهاجم إسرائيل بشدة بعد ضغوط علنية لإقالة السفير الإسرائيلي في الرباط.